مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على استبيان رقمي تنجم تتصل بها. البداية بأخبار النادي الإفريقي. الهيئة التسييرية للنادي قامت برفع المنع من الانتداب وبشتعلن رسميا على الخبر هذا في الساعات القليلة القادمة. هذا وتم تأهيل المنتدبين الجدد بعد خلاص كل الدائنين، وقامت هيئة الفريق بتقديمهم على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نبقى مع أخبار الإفريقي. فريق بيب جديد خاض البارح مقابلة ودية في الحديقة A ضد نادي الهلال السوداني استعدادا لانطلاق نشاط البطولة الوطنية. المقابلة وفيت بانتصار أبناء المدرب السعيد السيبي بنتيجة 2-0. هدفي المقابلة حملوا توقيع المنتدبين الجدد كينغسلي إيدو من ضربة جزاء، وعامر العمراني بتسديدة رأسية بعد ركنية نفذها يحيى المتيري اللي كان حاسم في مباراة البارح، وكان حكي للصفحة الرسمية للنادي بخصوص انتقاله للأحمر والأبيض وهوش نوقال. عدت الملاعبية اللي يجيوا القروين ينجحوا في الفريق كما أحمد خليل، زهير الذوادي، زقو الله يرحمه، قدرة الله مشيمشي على الخطة هذيك إن شاء الله. كرة ما فيهاش خوف، اللي خافها ما يلعبهاش كرة القدم. الجو معناتها مناسب برشا، معناتها لقيت فرحت كي جيت أكيد جاي النادي الافريقي. نحكيو ميركاتو. وجهة غريبة اللاعب الترجي حمد الهوني اللي تعاقد مع الوداد البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق باب السويقة. وجهة غريبة بالطبيعة بالنسبة لأحباء الترجي اللي عبرت فئة كبيرة منهم على غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اختيار الهوني. هذا وصل بعض منهم حتى لنعت المليابي بالخائن بما انه اختار فريق كانت له مشاكل كبيره مع الترجي، وصلت حتى للتاس كما انه الوداد يعتبر فريق منافس مباشر على لقب رابطة الابطال الافريقيه. ذكروا لي الهوني كان قريب من الانتقال الى فريق الام اهلي طرابلس لكنه ما اتفقش مع المسؤولين على الفريق الليبي بخصوص اجره الشهري. نبقى مع اخبار الترجي اللي فرط رسميا بصفه نهائيه في مهاجمه انايو ايوالا الى فريق العربي الكويتي، وهكا باش يتمكن من تأهيل مهاجمه البرازيلي الجديد رودريغو رودريغيز. الأندية التونسية باش تخوض نهاية الأسبوع العديد من المقابلات الودية تحضيرا لانطلاق نشاط البطولة الوطنية. هات نعطيكم أبرز المواعيد. غدوة السبت مع الأربعة متاع العشية الملعب التونسي الشحانية القطري، الأربعة ونص النادي صفيقسي قوافل في القبصة، الخمسة متاع العشية مباراة القمة بين النجم الساحلي والميلان الإيطالي، والخمسة ونص النادي الإفريقي يلعب ضد مستقبل المرسى. أحمد البلي أعلن رسمياً مغادرته المنصب على رأس الهيئة التسييرية للاتحاد المونستيري خلال الجلسة العامة التقييمية اللي دارت البارح بأحد نزول مدينة المونستير. هذا باش تتولى لجنة الحكامية تعيين رئيس جديد للنادي. أبرز الأرقام اللي رصدناها البارح خلال الجلسة العامة التقييمية هي تحقيق النادي المداخيل بقيمة 10 مليارات و749 ألف دينار، مصاريف بقيمة 9 مليارات و623 ألف دينار، أي أنه فريق عاصمة الرباط عنده فائض إيجابي بأكثر من مليار. نختم ربريك متاعنا اليوم كرة القدم الأوروبية. هات نعطيكم أبرز المواعيد بالنسبة لليوم. في الليغا الإسبانية 6:30 ألميريا يواجه رايو فاليكانو، بالتسعة متاع الليل مواجهة قوية بين إشبيليا وفالنسيا. بالنسبة للدوري الفرنسي 8 متاع الليل نيس يستضيف ليل، وفي إنجلترا في نفس التوقيت مانشستر سيتي حامل اللقب يحل ضيف على بيرنلي العائد حديثا إلى بريمير ليج بعد عام واحد فقط من هبوطه. كان هذا كل شيء في بريف سبور اليوم. أخبارنا متواصلة على السيت tunisienumerique.com. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي نسلكم.